لو بنتكلم على الـ spontaneous breathing cycle عموما، هي فيها يعني جزئين اساسيين، جزء الـ inspiratory time وجزء الـ expiratory time. الـ inspiratory time بيحصل فيه positive flow من بره لجوه بحيث ان هو يملى اللانجز، وبيسكلي يعني ده اللي بيساعدنا ان احنا نملى اللانجز بالهواء عشان تعمل exchange of gases مع الدم. بعد عملية الانسبيريشن بيبقى في عندنا حاجة بنسميها الانسبيراتوري بوز. بوز دي مرحلة توقف، يعني البيشنت بيتوقف فيها بعد ما عمل عملية الانسبيريشن، لسه الهواء داخل اللانجز، بيستنى شوية على أساس عملية الاكسشينج تتم داخل اللانجز. بعد كده اوتوماتيكلي بعملية باسيف، عملية الاكسبيريشن بيليت اوت الهواء اللي موجود عنده في اللانجز، بحيث ان هو بيسكلي يبقى في عندنا نيجاتيف فلو، والنيجاتيف فلو ده يبتدي بفاليو عاليه جدا. طبعا بنتكلم على نيجاتيف دايركشن، معناها ان هو خارج من جوه لبره، ويفضل يقل الفلو دوت لغايه لما يوصل لصفر. هنا بتنتهي مرحله الاكسبيريشن فلو. بعد كده في بعض الاحيان بيبقى في عندنا برضو بوز بعد عمليه الاكسبيريشن، والتوتال بتاع كل واحده من المودز اللي فيها فلو والبوز اللي بعديها بندخلها في الجزء الريسبيراتوري سايكل الخاص بيها.